ما حكم نتف الحاجبين بالنسبة للرجل؟ لا يجوز، لا يجوز نتف الحاجبين بالنسبة للرجل ولا للمرأة. ولماذا الرجل ينتف حاجبيه؟ هل يريد التشويه كما حلق لحيته، يريد أنه يحلق حاجبيه أيضا؟ إن بعض الناس قد يزين له الشيطان، يزين له القبيح ويحسنه في نظره، لا تستبعد أن يزين الشيطان للرجال حلق حواجبهم كما زين لهم حلق لحاهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.